أخبار اليوم. طارق سعد الدين، احنا ضيوفك النهارده في بلد السحر والجمال محافظة الأقصر، وبنقول لك ومرحب بيك في أخبار اليوم، وبنقول لك استعدادات محافظة الأقصر واحنا في موسم السياحي لبطولة، وبطولة دولية تضم 30 دولة، استعدادات بطولة التريسيون بالنسبة لمحافظة الأقصر كانت عاملة ازاي؟ والله الحمد لله رب العالمين. اولا احنا سعداء بيكم جدا وبنرحب بيكم في الاقصر، والحقيقه البطوله دي يمكن شدتنا كلنا لانها بطوله جديده واول مره تقام في الاقصر، ولها تجهيزات معينه زي مسارات السباق وتجهيزات الشوارع من ناحيه المطبات الصناعيه او مطبات عين القطه او المطبات اللي هي الشريطيه دي، كلها الحقيقه احنا زناها من مسار السباق وكان لازم نزل لها. يعني كل الطريق تم تمهيده بطريقه ميسره جدا علشان العجل وعلشان خاطر المتسابقين، وعلاوه بقى على الاجراءات الامنيه والتامين للسباق لانه هو بيحتاج تامين كبير، لان مسار السباق كبير حوالي 27.5 كيلو، فدي محتاجه يعني تجهيزات معينه كناحيه امنيه، سدادات طرق، محتاجه تغيير مسارات، كل الكلام ده كله الحمد لله المحافظه قامت بيه ومجهزاه بكره ان شاء الله، علاوة على التجهيز طبعا الميدان زي ما انتم شايفين كده، وكل الإجراءات كل الأجهزة التنفيذية مشتركة في التأمين، وحفل الختام إن شاء الله اللي هيتعمل، وحفل الافتتاح إن شاء الله أو الافتتاح بكرة الصبح، كل ده كله المحافظة الحمد لله قامت بيه، وإن شاء الله ونأمل إنها تطلع بطولة يعني على مستوى يعني كبير علشان إن شاء الله السنة الجاية. يعني ده تمهيد يا فندم من حضرتك، دي رسالة حضرتك تقدر تقولها ان الأقصر تقدر تستضيف اي بطولة. انا قلت قبل كده ان الأقصر فعلا القاعدة اللي فيها سواء السياحية او الرياضية او البنية الاساسية بتاعتها بتستوعب اي بطولة تتعمل. احنا احتضنا بطولة التايكوندو، ثم بطولة البلياردو، ثم بطولة القوس والسهم، ثم بطولة الترايسلون اهو، وان شاء الله بطولة الكاراتيه قادمة، وبطولة التنس، وبطولة التنس طاولة، كل البطولات دي عندنا من المنشآت الرياضية اللي تقدر تستوعب كل البطولات دي كلها. سيادة اللواء، هل بيبقى ليها مردود سياحي على السياحة في الأقصر البطولات؟ أكيد طبعا، لأن الجو يعني برضو شايفين أن معدل السياح ما هوش كبير. والله معدل السياح ده هو يعني احنا الحمد لله الحركة السياحية حصلت لها دفعة قوية خلال يناير، وإن شاء الله هتزيد خلال الأيام الجاية. النهاردة لما بيكون مكان اللي احنا واقفين فيه ده من خلفه معبد الأقصر يعني، وحتى الإعلان اللي طلع في الجرايد عندكم في أخبار اليوم وجايب معبد الأقصر بصورة رائعة، ومسار السباق اللي بيمر على مزارات أخرى سياحية، دي كلها الحقيقة يعني إعلان مباشر، مش هقول غير مباشر، لا ده إعلان مباشر وقوي للعالم كله ان الأقصر دي بلد سياحية ورياضية، ويعني اعلان للعالم كله ان الأقصر الحمد لله بإذن الله آمنة، هتفضل آمنة ان شاء الله وتستوعب كل البطولات القادمة بإذن الله. ايه اللي اللواء طارق سعد الدين يتمناه ومش موجود دلوقتي في الأقصر، اللي حضرتك نفسك تعمله وهو مش موجود؟ انا نفسي ان يعني كل الفنادق العايمة اللي في الأقصر تتحرك بيننا وبين القاهرة وبيننا وبين أسوان، وبدل ما هي موجودة في نهر النيل بالمنظر اللي الواحد بيشوفه، الواحد بيشوف الحقيقة بيحزن وبيزعل بيزعل، وطبعا نفسنا أن كل الفنادق تكون نسبة إشغالها أكتر من 80% زي ما كانت زمان، ويعني الحقيقة المظاهر دي كلها إحنا مش قادرين نشوفها دلوقتي، ولكن نأمل إن شاء الله مع الوقت ومع لكن كل المقاومات متوفرة يا فندم. إحنا عندنا أفخم، أولا أفخم فنادق ثابتة، وأفخم فنادق عايمة بشهادة كل الناس، بشهادة كل الناس. حرام كل البنية الأساسية الفاخرة دي كلها تتعطل بالمنظر ده، والأقصر ما حصلش فيها حاجة، وبإذن الله تعالى ما يحصلش فيها حاجة، حرام، ده ظلم كبير جدا للأقصر وشعب الأقصر اللي عانى كتير خلال فترة 3.5 سنين ودخلة في الأربعة. يعني عايز أقول يعني الناس دي تعبت، ويعني بإذن الله نأمل من ربنا سبحانه وتعالى ان هو يعوضها خلال الفتره القادمه عن فترات الكساد اللي هم عاشوها الفتره الماضيه. سياده اللواء طارق سعد الدين، احنا بنشكر، شكرا جزيلا.